دون حق، وهل ستثيرها أثناء اجتماعاتك مع المسؤولين الأمريكيين؟ أولا هذه المعلومات تلقتها الجهات المعنية في الخارجية الأمريكية من أحزاب المعارضة، لأن أحزاب المعارضة تلتقي في الداخل من وقت لآخر مع السفارة الأمريكية وخاصة مسؤولي السي آي المخابرات بالذات. طبعا ليس أمام أحزاب المعارضة أي قضية يطرحونها لا في المجال الاقتصادي ولا في المجال الإصلاح الهيكلي أو المالي أو الإداري، أو يتحدثون عن الديمقراطية بارتياح أو عن إنجازات إعادة وحدة اليمن أو دمج الجيش والأمن ومؤسسات الدولة الشطرية، ما يقدروش يتكلمون لأن هذه محققة. ولكن كيف يكونوا معارضة؟ ما عندهم أي أوراق غير هذه الورقة يتكلموا عنها وتنقل إلى هنا ويروج لهذا الكلام. إحنا سألنا الأمريكان واعتذروا بشدة، واعتذرت السفيرة الأمريكية إن هذا التقرير ليس هو على اليمن ولكن على كثير من الأقطار العربية، ونحن نقع في هذا المجال واحتجينا وبشدة إن أنتم تستقبلوا معلوماتكم من عناصر تعرفها يعني مع هذا ما نقول عليها معارضة. طيب اسأل مسؤول القضاء، اسأل الأمن، اسأل الجيش، اسأل المحافظ، اسأل الوزير، وخذ هذه المعلومات. هل صحيح؟ من حقك تسأله، من حقك أن تعمل مسح للرأي العام في البلد. ومعنى إذا كان ذلك الأمر موجود، معنى أن احنا غافلين وغير مسؤولين أننا كيف نكافح الفساد. كافحنا الفساد و يعني كبحنا التضخم في البلاد الذي حصل من سنة 95 بعد الحرب من 77% أو 78% إلى 4.2%، وكافحنا الفساد وكافحنا الجريمة. هذا مش صحيح، هذا كله. لكن أنا أقول هذا يأتي داخليا، أنا أقول إثارته، وأنه يأتي في إطار الديمقراطية. أسأل لو كان ما في ديمقراطية ما أثيرت مثل هذه القضايا، ولا حد يقدر أن هذا العضو الحزبي المعارض أن يقول هذا الكلام لو كان في ديكتاتورية، كان بس حطه في السجن. لكن هذا مش وارد، هو الذي تشتي. لكن الحقائق احنا مسؤولين عنها، والرأي الذي بيستقبل هذه التقارير وقلنا له تعال اعمل مسح وقارن، فاعتذرت السفيرة الأمريكية عن هذا الأمر.